يفضل السبب المعلن لإرسال قوات للصومال اللي هو إيه؟ تهديد أثيوبيا. ليه؟ عشان سد النهضة. طب مش يمكن السيسي يصدق المرة دي؟ والحقيقة لازم نعترف إن إحنا مع أي خطوة لحماية أمننا القومي، وأهم حاجة في الأمن القومي هي النيل. إحنا مع أي تحرك حقيقي، مش قنبلة إلهاء كده أو خطة إشغال دماغ. هنا السؤال بقى، هل يا ترى التحرك ده هيكون له تأثير؟ خاصة إن أثيوبيا خلاص أخذت اللي هي عايزاه وأعلنت عن قرب انتهاء مشروع السد خلاص، وحجزت 71 مليار متر مكعب مية ورا السد. ده مش كلامي، ده أبي أحمد اللي بيقول. لا هو مش بس كده، ده أثيوبيا بتهدد إن أي تحرك عسكري لمصر هيكون سبب لهلاكها بسبب مياه سد النهضة. ما أقدرش أنا أقول الكلام ده، لكن اللي قاله جنرال أثيوبي قال مصر ما تقدرش تستهدف سد النهضة إلا إذا أرادت الغرق في البحر المتوسط. اسمع، أنا جندي ولست سياسيا، وأخير سبيل لحل المشكلة هو طاولة المفاوضات لا ميدان المعركة. هل تعتقدون أن الحل ما زال بعيدا أم ربما يحتاج أسبوعا أو أسبوعين؟ بعد الملء الثاني سيأتي الجميع إلى طاولة المفاوضات، صدقني، لأنه ضخم 13 مليون متر مكعب، لذا فعل الجميع السودان ومصر أن يحافظوا على هذا السد ويمنعوا تدميره من قبل بلدان أخرى. وإذا تم تدمير السد فلن تجد لا السودان ولا مصر، فالطوفان سيجرفهما إلى البحر المتوسط. ماذا قال لكم المصريون والسودانيون عندما تحدثتم؟ لأن وسائل الإعلام قالت أنهم يريدون الحل العسكري. لم أسمع ذلك من السودان. السودان لا تحتاج إلى حل المشكلة عسكريا، أعرف هذا، لكن الطرف المصري قال مرارا ذلك وأظهروا ذلك من خلال تدريبات عسكرية مشتركة مع السودانيين، كما وقعوا عقودا بشأن إثيوبيا مع الكينيين والجيبوتيين. هذا لن يجدي نفعا، هذا حقنا، وكل واحد مستعد للتضحية بحياته من أجل حقه، ولذا لا يمكن لأحد أن يمنع الإثيوبيين من الاستفادة من مياه النيل. ممكن تعتبر أن كلام الجنرال ده هكس أو هبد، هو حر يعني، لكن هو في حاجة. أنت شفت في سد في ليبيا لما انهار حصل ايه في ليبيا؟ بلاش كده، خلينا نشوف انهيار سد صغير اسمه سد الاربعينات في السودان. شوف عمل ايه في السودان، اتفرج. ما عنديش تعليق غير تعليق قاله حد هنا اسمه تايم زد، قال لك مسح المدينه، مسح ده سد صغير مسح مدينه كامله. ديك شايف فعلا عنده حق، مسح مدينه كامله. في حد اسمه مور قال لك يا نهار ازرق، ايوه هو ده اللي يعمل السد. لو هتضرب السد بأي عمل عشوائي انت هتهلك انت والسودان. ادي سد ليبيا، هو القتلى كم دول؟ 11,000 والمفقودون 10,000. سد ديرنا، طبعا سيبك من العنتريات التي ما قتلت ذبابة دي، انت فعلا ما تقدرش تعمل حاجة في السد. وده اللي كانت عايزاه اثيوبيا. اثيوبيا كانت عايزة منك ورقة الامضة بتاع السيسي مضالهم في 2015، وراحت مدخلها بقى في ايه؟ في 10 سنين ولا اقل من 10 سنين مفاوضات. 10 سنين رايحين جايين مفاوضات عشان تبني وتشتغل، وهو رايح معاها وجاي معاها ورايح معاها وجاي معاها، وفي الاخر السد وقف، ما قدرش تعمل حاجه بقى. تخيل ان سد صغير زي سد الاربعينات دمر كل المساحه اللي انت شفتها دي، امال لو سد النهضه النهار هيحصل فيه ايه؟ سد ديرنا سد صغير، امال لو سد النهضه حصل فيه حاجه يحصل ايه؟ كل ده بيحصل في الوقت اللي السيسي ومخابراته بيمنعوا الإعلام إنه يتكلم عن أزمة سد النهضة نهائي. وده اللي مش أنا اللي بقوله، ده اللي قالته مدى مصر في الخبر ده. مش هنكتب أي حاجة، إحنا خسرنا المعركة. ملخص الوضع والتعليمات الإعلامية مع إعلان إثيوبيا اكتمال بناء سد النهضة. تخيل؟ تخيل يا حضرات، هو إيه اللي ممكن يتقال؟ إحنا خسرنا المعركة. ده مدى مصر. كان عندنا امل نوصل لاتفاق ملء وتشغيل وحاولنا ولم يحدث، وبعدين كان عندنا امل نوصل لاتفاق تشغيل وبرضه خسرنا. يقول مصدر دبلوماسي حكومي شارك في اشواط متتاليه من اللعبه بتاعت المفاوضات تعليقا على اعلان رئيس الوزراء ابي احمد تشغيل توربينات السد. مساء الخير، مش هنكتب اي حاجه تخص اثيوبيا او سد النهضه على صفحاتنا الشخصيه الا البيان الرسمي المصري لما يخرج لا ايجاب ولا سلبي، ما فيش اي حاجه. كان هذا نص رسالة التعليمات التي تلقاها أمس مصدر يعمل في إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات. جات لهم رسالة على السامسونج لكل القنوات
مش هنكتب أي حاجة تخص أثيوبيا أو صد النهضة على الصفحات الشخصية حتى إلى البيان الرسمي بس، على حتى صفحاتهم الشخصية. أيوه، يعني كل البروباغندا الدعاية اللي عاملها السيسي وطيارات راحت الصومال وأثيوبيا رجلها بتخبط، كل ده عشان يصرف الناس عن الأزمة اللي ورط فيها مصر، مش علشان أمن الصومال. والكلام الفارغ ده هو بيداري فشله بعد ما راح وقع في 2015 مع أثيوبيا اتفاقية سلم بيها النيل. حد فاكر التوقيع ده؟ أنا كنت أول مذيع وليا الفخر ده والله، أنا أول، وأسأله الأستاذ مصطفى عاشور لأنه كان موجود في الخرطوم يومها، أول مذيع نبهت على اللي حصل ده في 2015، قلت بالنص كده دي اتفاقية خراب دي، وراح مضى زي الأهبل الجعر الجعر. اتفرج اهو، ويومها ولا واحد من اللي قاعدين كان يعرف ايه الاتفاقيه فيها ايه، ولا واحد من اللي قاعدين كان يعرف الاتفاقيه فيها ايه. وكنت على الهوا هنا، موجود على الهوا مش هنا طبعا، اثناء ما كنت موجود في تركيا وفي 2015 قلت اللي بيحصل ده مصر هتدفع ثمن غالي. ايش الناس شاهده، الاستاذ الصحفي الكبير مصطفى عاشور يشهد بده، اول برنامج وكنا على الهوا وقلنا اللي بيحصل ده كارثه على مصر. قعدوا يهللوا ولا خلاص السيسي حلها، السيسي حلها. السؤال بقى فين وعود السيسي بانه خلاص حل ازمه سد النهضه وانه مش هيضيع مصر؟ وفين تاثيره الساحر شارم قوي الراجل على الناس في المفاوضات؟ فين هو؟ مش ده اللي قاله للجيش والمخابرات بتاعته، مخابرات الحلل، المخابرات اللي تحت الشكلين انا بس اللي مش سايبيننا في حته؟ مش دي جهاز المخابرات بتاعه سايب كل حاجه، جهاز مخابراته سايب كل حاجه وشغال ورانا احنا، والمصحف انا بتكلم من قلبي سايب كل حاجه وراه عشان يشتكينا احنا. محمد نصر بيقول، محمد نصر يعمل، لا يا بي، انا اللي انا قلته هنا من 10 سنين ان دي اتفاقيه خراب، بس اللي مزعل عباس ان احنا بنطلع على الشاشه اصلا. هيموتوا يعني، هم بيحلموا باليوم اللي نقفل فيه، بيحلموا. وانا ما اقدرش اقول اكتر من كده لانه ده كلام مهم، يعني مش سايبيننا حتى بعد ما سيبنا لهم تركيا. روحوا انتبهوا الملفات الحقيقيه. ما هو انت على راي ابويا الله يرحمه، الله يرحمه ويحسن اليه، كان عنده مثل حلو قوي، قال له علمني الهيافه يابا، قال له تعافي فارغه وتصدر. يعني انت لما تتكلم عباس كامل يزعل ويشتكيك لاجهزه مخابرات العالم، بس تتكلم عن السد، طب ما تروح تشوف السد، لا ما يشوفش السد. طب جنودنا اللي بيموتوا في غزه دول ولا اي حاجه، قصته هو، هو قصته هو بس، جهاز المخابرات بتاعنا شغال لصالح بس شخصياته بس بس. انما السد كامل خلص 71 مليار ورا ميه ورا السد، ده احنا هنجوع. لا قال لهم مالكوش دعوه، انا ليا سحر، انا ضيعتكم قبل كده. فين ده بقى؟ فين انه ما سمعش كلام الناس كلها لاجهزه المخابرات وقتها، انه ما يروحش يمضي وراح لوحده وقع اتفاقية اعلان المبادئ؟ ده مش كلامي، ده اللي قالته مدى مصر اهو. سد النهضة قصة مختصرة للوصول الى وضع كارثي في 10 سنوات. اتفضل. مصدر حكومي شارك في المفاوضات التي سبقت اتخاذ مصر قرار توقيع اتفاقية الخرطوم، قال المدى مصر ان العديد من الجهات الرسمية رفعت تقرير للجعير قبل توقيع الاتفاقية، مفادها ان التوقيع عليها سيودع في موقف مصر الذي كان يطلب من الجهات الدولية انذاك عدم تمويل السد سوى بعد توصل القاهرة والخرطوم وأديس أبابا لاتفاق حول كيفية ملء السد وتشغيله، وكذلك بعد التيقن من تفاصيل فنية تتعلق بأمن جسم السد وطبيعة التداعيات البيئية الناتجة عنه وتأثيراته على مجرى النهر. وأضاف المصدر ان فايزة أبو النجا مستشارة الجار ومختصين سابقين في المخابرات في وزارة الخارجية والدفاع والري أجمعوا في ذلك الوقت على أن التوقيع على اتفاق الخرطوم يمثل إقرارا مصريا بالموافقة على قيام إثيوبيا ببناء السد بدون أي ضمانات أو التزامات، غير أن الجعير قرر أنه سيوقع الاتفاق وأخبر معاونيه أنه سيكون لديه القدرة على إحداث تغيير كبير في الموقف الإثيوبي من خلال استخدام تأثير الساحر على المسؤولين الاثيوبيين بل وعلى الراي العام الاثيوبي. تخيل نفس الحركه عملها في القرارات بتاع 2016
واعترف بكده. قال لك كانوا قاعدين على الترابيزات مدير مكتبي اللي هو كان عباس كامل ومش عارف مين والمخابرات ولا وقعد يقول لا ما تاخدش. قلت لهم لا هاخد القرار. نفس القصه ركب دماغه حادثتين. اول حادثه كانت بتاعه سد النهضه، ادي الخبر اهو في مدى مصر، قالوا لا بلاش بلاش تمضي بلاش توقع لما نعرف الاول السد ده هيتعمل لما نوصل لاتفاقيه. مش دعوه مش دعوه، انا ساحر لبسنا. ويطلع اعلامه الجديان يقول لك الاخوان ثوره يناير مش عارف ايه مبارك، وبعدين هو يطلع بعد كده يقول لك انا ضيعتكم قبل كده، انا ضيعتكم قبل كده. يطلع لك العافي، اللي عايز يجرب يجرب. طب هي جربت والسد خلص.